الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سلاما ومحبة من أرض مصر الطيبة المباركة، سلاما ومحبة من شعب محب لشعوب العالم أجمع، سلاما ومحبة من شباب مصر جميعا لحضراتكم. معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، أصحاب السمو والمعالي رؤساء الوفود والدول الأعضاء، أصحاب السعادة أعضاء وفود المؤتمر العام، الحضور والضيوف الكرام. من مصر بلد الأنبياء ووجهة الصحابة، من مصر أم الدنيا ومهد الحضارات، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن شباب مصر، ومن أحد معالم جمهوريتنا الجديدة التي نعتز ونفخر بها من رحاب العاصمة الإدارية الجديدة، أتوجه لكم جميعا بالشكر والتقدير والامتنان لاختيار بلدنا لتنظيم الدورة الأولى لمحاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وكواحدة من شباب العالم الإسلامي أتطلع وأحلم أن نتبوأ المكانة العالمية التي نستحقها وسط أقراننا بالعالم أجمع، وأفخر بالقطع بانتمائنا الواحد وطلعاتنا المشتركة وأحلامنا المشروعة. وأتوجه لكافة قيادات العالم الإسلامي بكل التقدير والشكر على منحنا تلك الفرصة الثمينة للمحاكاة والتأهيل العملي للمساهمة في مستقبل أفضل لنا ولكافة شعوب العالم الإسلامي. مرحبا بكم جميعا في مصر أرض السلام والمحبة. Welcome all to Egypt, the land of peace and love. Bienvenue à tous en Egypt, terre de paix et d'amour. والآن يسعدني أن أعطي الكلمة إلى معالي السيد كريم عبد الباري رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بصفة مصر تترأس هذا المؤتمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلمتي أحب أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا من سيادته بأنهم هم المستقبل. وأحب أن أرحب بالسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو، والسادة الوزراء والمسؤولين الحضور كل باسمه وصفته. ونرحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الشقيقة مصر، ونشكر منظمة الإيسيسكو على جهودها المتواصلة منذ تأسيسها وحتى الآن. السادة الحضور ممثلي الدول الأعضاء من النطاقات الجغرافية المختلفة، نحن هنا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الدورة الأولى لمحاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. كل عام تتميز المنظمة بحصيلة مزدهرة من الإنجازات، سواء على صعيد التعليم أو العلوم والتكنولوجيا أو حتى على صعيد الثقافة والاتصال. فالهدف هنا ليس مجرد قرار يناقش وتجتمع عليه الآراء فقط، بل هو أسمى من ذلك بكثير. فنحن نسعى معا لبناء مجتمعات شاملة وتعزيز ثقافة السلام والنماء، ولأننا وكما نرى جميعا نعيش في عصر التطور والتكنولوجيا، فنرى أهمية تسخير نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وهذه ليست مجرد رؤية، بل لدينا رسالة نسعى لتحقيقها. وبصفتي رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة أود أن أشكر حضراتكم على وجودكم هنا اليوم وسعيكم الجاد
في ترسيخ مبادئ المنظمة وتحقيق أهدافها، إيمانا منا بأن الإنسان هو البداية، وما ننبته اليوم سنرى ثمار حصاده غدا. واليوم هو المؤتمر الذي يجسد محاكاة لجزء من المستقبل، فقد جاء مؤتمرنا تحت عنوان عام الإسيسكو للشباب، عاما آخر نرى فيه ازدهارا وتطورا وخبرة، ونشهد خطة مدروسة للتقدم، ونسعى معا نحو الأفضل. نحن هنا لنكون يدا واحدة، وتتشرف مصر اليوم باستضافة وفود من المنطقة العربية والإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية، والتي تصب مصلحتهم جميعا في مصلحة منظمة الإسيسكو بهدف التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات. أتشرف بوجودي اليوم معكم، وأسأل الله أن يوفقنا لما هو قادم، وأرجو أن يكون اللقاء مثمرا، وأن نمضي قدما في سبيل رسالة. وشكرا لحضراتكم. شكرا معالي رئيس المؤتمر العام. والآن أعطي الكلمة إلى سعادة السيد عبد الغني التقروري، رئيس المجلس التنفيذي بالمحاكاة من دولة فلسطين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى المدبولي المحترم، ممثلا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية، معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي الإسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك المحترم، أصحاب المعالي والسعادة المحترمين، حضرات السيدات والسادة الكرام كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية مؤتمرنا هذا، والذي يعقد باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، بأسمع عبارات الشكر والامتنان على ما قدمتموه من تسهيلات ومساندة تنظيم هذا المؤتمر، آملين الخروج معا وسويا بالنتائج التي يستحقها جيل المستقبل. واسمحوا لي هنا أن أوجه التحية الخاصة لإدارة منظمة الإسيسكو على النجاحات المتتالية التي حققتها، والجهود المضاعفة التي بذلتها تجاه دعم دول الأعضاء في مجالات اختصاصها خلال الفترة الماضية. الأخوات والإخوة الكرام، إن رئاسة فلسطين للمجلس التنفيذي لمنظمة الإسيسكو تحظى بالرعاية والدعم من أعلى المستويات السياسية في دولة فلسطين، برعاية توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله، من خلال توفير كل متطلبات النجاح لرئاسة فلسطين لهذا المجلس، بحيث تستطيع دولة فلسطين أن تدلي بإطلالاتها التربوية والثقافية والعلمية، لنساهم معا ضمن رؤية تكاملية بقيادة الإدارة العامة للمنظمة ورئاسة المؤتمر العام والدول الأعضاء بالنهوض بعالمنا الإسلامي بما تمتلكه بلدنا من إرث حضاري وثقافي وتربوي وعلمي. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر إطلاق عام الإسيسكو للشباب بإطلاق مبادرات ابتكارية إبداعية لجيل شباب دول العالم الإسلامي، لتكون فرصة للدول الأعضاء لكي تناقش حاضر ومستقبل الشباب في العالم الإسلامي من خلال مناقشات حوارية لعدد من القضايا المطروحة، بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عدة مختلفة. ونحن بدورنا بالمجلس التنفيذي سوف نسعى إلى إيلاء القضايا الاستراتيجية للمنظمة ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي التي تعمل به المنظمة بدولنا الأعضاء، وعلى رأسها قضايا الشباب واهتماماتهم. الأخوات والإخوة الكرام، باسم المجلس التنفيذي لمنظمة الإسيسكو نثمن كافة الجهود التي تقودها الإدارة العامة للمنظمة، مؤكدين على أننا في المجلس التنفيذي سنواصل العمل لتمكين الإدارة العامة للإسيسكو في أداء رسالتها وعملها للنهوض بقطاعاتنا التربوية والثقافية والعلمية في الدول الأعضاء، وستكون قضايا الشباب وتمكينهم باعتبارهم مستقبل هذه الأمة في صلب اهتماماتنا جميعا. وأنه ليحدوني الأمل في أن يخرج مؤتمرنا هذا بجملة من التوصيات والمخرجات التي يمكن البناء عليها لتجسيد أطر مناسبة لتعزيز عملنا المشترك نحو تطوير أجيال شابة قادرة على تجاوز تحديات لما فيه خير ومصلحة لأمتنا العربية والإسلامية. وفي الختام، نشكر جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، الذي يولي اهتماما خاصا لجيل الشباب ومنح الشباب الفرص والدور الهام في التنمية والنهوض
بمصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الرئيس. والآن أعطي الكلمة إلى معالي السيدة إكرام يوسي المديرة العامة بالمحاكاة لمنظمة الإيسيسكو، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونحن دخلنا أرض الكنانة آمنين غانمين محفوظين بعناية رب العالمين. سعيدة جدا وأنا أتحدث إليكم وأرحب بكم جميعا كلا باسمه وصفته ومقامه في افتتاح الدورة الأولى من محاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الفريدة برونقها الباهي وألقها الزاهي وحضورها الفريد. دورة تتشرف برعاية سامية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله. إذ تتزامن هذه الدورة مع إطلاق عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية فخامته، ويشتمل هذا العام على الكثير من الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم ورفع قدراتهم. اسمحوا لي باسمكم أن أتوجه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر الجزيل والتقدير الكبير على رعايته الكريمة وحرصه واهتمامه بالشباب من خلال قيامهم بالأدوار المنوطة بهم في ظل المتغيرات التي تعصف بعالمهم الجديد وتفرض عليهم مواجهتها بطرق مختلفة لمواكبة متطلبات هذا العالم في استدامة التنمية والازدهار وبناء الأوطان. كما يسرني كثيرا في مفتتح مؤتمرنا العام أن أجزي وافر الشكر وآيات التقدير لجمهورية مصر العربية على ترأسها للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في دورته 14، حيث أبانت عن إرادة مكينة وإدارة حكيمة. إن التربية والعلوم والثقافة هي أسس تنموية للمجتمعات وبناء الإنسان وعمارة الأرض. نلتقي اليوم شبانا وشابات في محاكاة نوعية نمثل فيها الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، نبدي آراءنا ونقدم مقترحاتنا مستشرفين المستقبل يحدون الأمل غير آبهين بالتحديات التي نواجهها. وإن كنا نعيش افتراضيا لكننا ملتزمون بقيمنا ومبادئنا المستندة إلى مكارم الأخلاق والابتعاد عن كل الدعوات الهدامة للقيم والمثل. ومنظمتكم منظمة الإيسيسكو تؤدي أدوارا حاسمة في تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تعزيز التعليم الجيد المتاح للجميع ودعم البحث العلمي والابتكار والمحافظة على التراث الثقافي وصونه. نعلم جميعا أن ما يجب علينا عمله كممثلين لدولنا الأعضاء في الإيسيسكو يتطلب تعاونا مثمرا فيما بيننا نساهم به في تجسيد وإعادة مجد حضارتنا الإسلامية التي دان لها العالم بأجمعه وأشاد بها واستفاد منها قرورا طويلة. نحن الشباب الأمل الذي تعقد عليه أمتنا تطلعاتها وطموحاتها في رسم ملامح المستقبل وتخطي كل صعوباته وتجاوز تحدياته. وهذا المؤتمر مناسبة باسمة مشرقة للتفاعل والتواصل فيما بيننا. سنقوم خلاله بمناقشة موضوعات مهمة نسعى إلى إيجاد حلول تسهم في تحسين مجالات عمل منظمة الإيسيسكو ورؤيتها الجديدة. أرجو من الله أن يوفقنا في تحقيق المنشود وأن يكون هذا المؤتمر ناجحا. وشكرا لكم مرة أخرى على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع. وبهذه الكلمات تنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتبدأ جلسات العمل بالجلسة الإجرائية للمؤتمر. فليتفضل رئيس المؤتمر بتسيير هذه الجلسة وبقية جلسات المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله جلسات هذا المؤتمر ونستهلها بهذه الجلسة الإجرائية التي تتضمن 5 نقاط. أولا، اعتماد قائمة الوفود. ثانيا، اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الأولى للمحاكاة.
ثالثا اعتماد مشروع البرنامج الزمني. رابعا تشكيل مكتب المؤتمر. خامسا اعتماد تقارير وقرارات المجلس التنفيذي السابق. البند الاول بالنسبة لاعتماد قوامة الوفود، بعد اطلاع اللجنة القانونية على تفويضات الدول الأعضاء لممثليها وتبين صحتها من الناحية القانونية، يعتمد جميع الأعضاء ممثلين لدولهم، فأهلا بكم جميعا. البند الثاني بالنسبة لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الأولى لمحاكاة المؤتمر العام للإسيسكو استنادا للمادتين 13 و16 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، وبعد الاطلاع على مشروع جدول الأعمال في هذه الوثيقة، وإذا لم يكن لديكم أي ملاحظات نقرر اعتماد جدول أعمال الدورة الأولى لنموذج محاكاة المؤتمر العام للإسيسكو. تم الاعتماد. البند الثالث بالنسبة لاعتماد مشروع البرنامج الزمني لتنظيم أشغال الدورة، وإذا ليس لديكم أي ملاحظات نقرر اعتماد البرنامج الزمني لتنظيم أشغال الدورة. تم الاعتماد. البند الرابع نقترح تشكيل مكتب المؤتمر بناء على المادة السابعة من النظام الداخلي للمؤتمر العام، واعتبارا بأن جمهورية مصر العربية هي البلد المستضيفة لهذه الدورة، وكما جرت عليه العادة نقترح تشكيل مكتب المؤتمر كما يلي: رئيس المؤتمر جمهورية مصر العربية، نواب الرئيس دولتي مالي والسنغال، المقرر العام دولة ماليزيا. وإذا ليس هناك أي ملاحظات نطلب منكم اعتماد التشكيل الجديد لمكتب المؤتمر، مع توجيه خالص الشكر والتقدير لمكتب المؤتمر السابق. تم الاعتماد. البند الخامس بالنسبة لاعتماد تقارير وقرارات المجلس التنفيذي السابق بناء على المادة 11 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، وبعد الاطلاع على تقارير المجلس التنفيذي المنعقدة في الدورة السابقة، وبعد مناقشة قرارات المجلس التنفيذي خلال الدورة السابقة، وإذا ليس لديكم أي ملاحظات نطلب منكم اعتماد هذه التقارير والقرارات ودعوة رئيس المجلس والإدارة العامة للمنظمة لمتابعة تنفيذها وتطبيقها. تم الاعتماد. وبهذا تنتهي هذه الجلسة الإجرائية، ونشكركم على حسن التعاون في اتخاذ القرارات الخاصة بها، ونبدأ جلسات عمل المؤتمر. والآن أعطي الكلمة لمعالي المدير العام بالمحاكاة لتقديم تقرير عن أنشطة الإسيسكو في الفترة السابقة كما هو موضح في جدول أعمال هذه الجلسة، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس على إتاحتكم لي الكلمة. أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود الدول الأعضاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الشكر لكم على حضوركم الدورة الأولى من محاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية. ويسرني أن أستعرض عليكم تقريرا مختصرا عن بعض إنجازات منظمة الإسيسكو خلال النصف الأول من العام 2023. تمكنت الإسيسكو من استقطاب عدد متميز من الشباب المبدعين للعمل فيها، وشكل الشباب ممن هم أقل من 35 عاما ما نسبته 41%. انضمام 50 شابا وشابة إلى برنامج سفراء الإسيسكو من أجل السلام، مواصلة البرنامج التدريبي الخاص بحديثي التخرج حيث تم تدريب 150 منهم، إطلاق الإسيسكو النسخة الثالثة لورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي، وقد عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو في جمهورية تركيا بحضور عدد من العلماء ورواد الفضاء. حقق برنامج الإسيسكو للمسرعات الخاصة بالشباب نجاحات متميزة، حيث وصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 2000 مشارك من 20 دولة. ساهمت الإسيسكو بمشاركة 50 شابا لحضور المؤتمر الدولي لرواد الفضاء الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان. خصصت الإسيسكو معظم برامجها لعام 2024 لتكون موجهة إلى الشباب. منحت الإسيسكو الفرصة للشباب لتقديم الوثائق المهمة في مؤتمراتها الوزارية والعلمية والندوات والمشاركات في الدورات الرسمية. أصحاب المعالي، السيدات والسادة،
شكرا لحسن استماعكم ودعمكم للإيسيسكو، وتأكدوا أن منظمة الإيسيسكو المنظمة الشابة ستكون عند حسن ظنكم بها، وستحقق الكثير من آمالكم ومن طموحات العالم الإسلامي. شكرا معالي المدير العام بالمحاكاة على هذه الجهود الكبيرة والحصيلة المتميزة من أنشطة وبرامج. هل يوجد أي ملاحظات من الدول الأعضاء على التقرير المقدم من معالي المدير العام بالمحاكاة؟ إذن ليس هناك أي ملاحظات. استنادا للمادة 13 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، وبناء على ما دار من مناقشات وما تخللها من آراء، قرر المؤتمر المصادقة على تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة في الفترة السابقة. والآن ننتقل للجلسة الثانية. لقد قامت لجان المؤتمر بمهامها الموكلة إليها من أجل دراسة وثائق المؤتمر، وسنستعرض نتائج أعمال هذه اللجان تباعا وفقا لجدول الأعمال المعتمد. بالنسبة للعرض الخاص بعمل اللجان في المجال التربوي فستقدمه السيدة شريفة نوريزا، ولها الكلمة فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, in today's rapidly evolving world, education is أضع بين أيديكم عددا من التوصيات والمبادرات لتمكينها وتحقيق التكامل والتفاعل مع الطلاب في الأنظمة التعليمية، وإننا نوصي بتنفيذ هذه المبادرات لا سيما بشأن السلام والأمن والاستدامة التي تعلي من شأن القيم الإنسانية والمجتمعية، وكذلك تعزيز تطوير المهارات الشخصية لعالم أكثر تماسكا اجتماعيا ولمجتمعات أكثر أمانا. كذلك فإننا نوصي بتأسيس معمل الابتكار لدى الشباب والمخصص لدعم الشركات الناشئة ومسارعة الأعمال في المراحل التعليمية. إن مثل هذه المبادرات ترمي إلى صقل وتسليح الطلاب والاستعداد لمستقبل العمل وسوق العمل. إن مبادراتنا تتمثل فيما يلي: عقد ورش عمل في الدول العالم الإسلامي لتعزيز فعالية وكفاءة الطلاب، وأخيرا وليس آخرا فإننا نهدف إلى وصول مستدام للتقنيات المتقدمة لكل المواطنين لرأب الصدع وسد الفجوة التكنولوجية مع تعزيز المهارات وصقلها. وختاما فإن هذه التوصيات والمبادرات هي سوف تمضي بنا للطريق قدما نحو مستقبل أفضل. معا ويدا بيد وبسلاح التعليم سوف نمكن الأفراد ونحدث تحول للمجتمعات. أشكركم جزيل الشكر. شريفة نوريزا على هذا العرض. وإذا ليس لديكم أي ملاحظات نعتمد العرض الخاص بقضايا التربية. فليتفضل رئيس وفد دولة البنين بعرض ملاحظاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة رئيس الجلسة، السادة الحضور الكريم، إنني أشكر لسعادتكم إدماج نظام الذكاء الاصطناعي في جميع المقررات الدراسية، وذلك للاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة. إن استخدام التكنولوجيا الحديثة تسمح لنا بمجاهبة التحديات الراهنة. شكرا جزيلا. هل يوجد ملاحظات أخرى من باقي الدول الأعضاء؟ فليتفضل رئيس وفد دولة أذربيجان بعرض ملاحظاته. Thank you for giving us word. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm representing the Republic of Azerbaijan. جمهورية أذربيجان يا صاحب المعالي السيدات والسادة أصحاب السعادة رؤساء الوفود، نحن نرغب في اقتراح مبادرة ألا وهي جائزة أفضل المعلمين في العالم الإسلامي إدراكا بالدور العظيم الذي يلعبه المعلمين وإلهام عملية التميز في التعليم، وأشكركم شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هل يوجد ملاحظات من باقي الدول الأعضاء؟ إذن يعتمد العرض الخاص بقضايا التربية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيسي وفدي دولتي بنين وأذربيجان. بالنسبة للعرض الخاص بعمل اللجان في مجال العلوم والتقنية فستقدمه السيدة فاطمة توقية وعثمانه، ولها الكلمة فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le Premier ministre. سعادة دكتور رئيس مجلس الوزراء. سعادة فخامة رئيس جمهورية مصر دولة مصر العربية، السادة الحضور الكريم، السادة رؤساء الوفود، إن العلوم والتكنولوجيا تلعب دورا هاما في محور التنمية، تنمية البشرية بشكل عام، ومن ثم فإننا يجب علينا تبني توصيات ترتبط بضرورة تحسين البنية التحتية الدائمة وتحسين عمليات التبادل بين الدول المختلفة من أجل تحسين البنية التحتية في مجال الطاقة، ومن ثم ضمان إدراج الشباب في جميع عمليات التنمية. كانت هذه من أهم توصيات مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية الذي تم عقده في شهر نوفمبر الماضي. إننا نود أيضا التوصية بضرورة الاهتمام بالعلوم الخاصة بالفضاء والعمل على توعية الشباب تجاهها من خلال تنظيم ورش العمل المرتبطة بذلك، مع العمل على تعزيز ريادة الأعمال وتسهيل دخول الشباب في أسواق العمل. ولن يأتي هذا إلا من خلال التعاون الوثيق مع البحوث العلمية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال. إننا نقترح أن يتم توجيه الشباب نحو دراسة علوم الفضاء والعمل على تنظيم زيارات خاصة لوكالات الفضاء وجميع المراكز العاملة في مجال الفضاء في العالم الإسلامي أجمع. وأتوجه بخالص الشكر لجميع الجهود الدؤوبة التي تم بذلها في هذا المجال من أجل دعم شباب العالم الإسلامي، وشكرا لحسن الاستماع. لديكم أي ملاحظات؟ نعتمد العرض الخاص بقضايا العلوم والتقنية، فليتفضل رئيس وفد دولة قطر بعرض ملاحظاته. شكرا لرئيس المؤتمر العام للمحاكاة. معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي ممثلا عن حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السادة والسيدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الوفد القطري، نتقدم لسيادتكم بمقترح يتعلق بالمجال العلمي، وهو جعل الأولوية للابتكار البيئي من خلال مبادرات رائدة. أولا، استكشاف إمكانيات الكواكب الأخرى. ثانيا، الاستفادة من الحوسبة الكموية لتركيبات الأسمدة الصديقة للبيئة. ثالثا، تطوير تقنيات فعالة من حيث التكلفة لفصل الأكسجين والهيدروجين من الماء لإنتاج الطاقة الهيدروجينية النظيفة. وشكرا لسيادتكم. شكرا رئيس وفد دولة قطر على هذه المداخلة. هل يوجد ملاحظات أخرى من باقي الدول الأعضاء؟ إذن يعتمد العرض الخاص بقضايا العلوم والتقنية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس وفد دولة قطر. بالنسبة للعرض الخاص بعمل اللجان في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فستقدمه السيدة غادة المقرن، ولها الكلمة فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
معالي دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أفود الدول الأعضاء. الشباب هم عماد التقدم في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ أنهم رواد للتغيير ولبناء مجتمعات مستدامة بفضل رؤاهم الطموحة وقدراتهم الابتكارية. ومن هذا المنطلق نود تسليط الضوء على أبرز التوصيات في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي ستعمل منظمة الإسسكو على المساهمة في تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني. أولاً، إدراج وتطوير مناهج تعليمية لرفع الوعي حول الصحة النفسية وتعزيز رفاهية المجتمعات. ثانياً، تطوير إطار عمل لدعم الصحة النفسية للشباب والفئات الأقل حظاً ممن يتأثرون سلباً بتداعيات برامج الترفيه والتواصل الاجتماعي. ثالثاً، العمل على بناء القدرات وتعزيز دور الشباب المحوري في ترسيخ قيم التعايش والسلام والحد من التعصب والتنمر داخل المؤسسات التعليمية وخارجها. رابعاً، تعظيم دور الرياضة والثقافة كأحد أهم الأدوات لإثراء الحوار الحضاري والتماسك الاجتماعي. كما نقترح تطوير وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز دور الشباب في التنمية، ومنها عقد منتدى سنوي للشباب لمناقشة قضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية، إنشاء جائزة الإسسكو للشباب ويتم منحها لأفضل البرامج والمشاريع والممارسات ضمن مجالات اختصاص المنظمة. وفي الختام نود التعويل على أهمية تمكين شباب العالم الإسلامي لا سيما في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فالشباب ليسوا فقط رواد المستقبل بل هم الشركاء الأساسيين في بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية وازدهار في الحاضر وفي المستقبل. وشكرا لكم. شكرا السيدة غادة المقرن على هذا العرض، وإذا ليس لديكم أي ملاحظات نعتمد العرض الخاص بقضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. فليتفضل رئيس وفد دولة عمان بعد ملاحظاته. شكرا سيدي الرئيس للمحاكاة على إتاحة هذه الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود بداية الأمر أن نتوجه بالشكر والتقدير والإعزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على الدور الكبير الذي يقوم به والجهد من أجل مصلحة ودعم الشباب. إن سلطنة عمان تشيد بالتوصيات التي طرحتها رئيسة وفد السعودي، ونتمم بإنشاء وحدات تواصل ودعم نفسي واجتماعي للشباب على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا سيد الرئيس للمحاكاة. شكرا رئيس وفد دولة عمان على هذه المداخلة. هل يوجد ملاحظات أخرى من باقي الدول الأعضاء؟ فليتفضل رئيس وفد دولة مالي بعد ملاحظاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Son Excellence, distingués invités. السيد الرئيس والسادة الحضور، أنا أود أن أتحدث عن توصية هامة ويجب أخذها في الاعتبار. أنا أتحدث عن المجالات التي تجعلنا نتدخل بشكل عاجل وسريع، والتي تتناول المشاكل التي يواجهها المعاقون، ويجب على الدول الإسلامية التي تحضر هنا بيننا هو أن توجه جهود كافية للتضامن مع هؤلاء الذين هم بحاجة خاصة، وأيضا هذه الفئة يجب أن يتم دمجها في المؤسسات الدراسية والمدارس، وأن يكون هناك متخصصون لهذه الفئة. وعليها أنا أؤكد على أيضا دمج هذه الفئة في العالم المهني، وهذه الإشكالية يجب أن تكون أولوية في على طاولتنا. شكرا. ملاحظات أخرى من باقي الدول الأعضاء؟ إذن نعتمد العرض الخاص بقضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيسي وفدي دولتي عمان ومالي.
بالنسبة للعرض الخاص بعمل اللجان في مجال الثقافة فسيقدمه السيد عمر الودغيري مصباحي وله الكلمة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، معالي مدير العام لمنظمة الإيسيسكو وأعضاء المؤتمر الموقرون، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أستهل هذه الكلمة بتذكيرنا جميعا بأنه في غياب الثقافة يتعرض ماضينا وحاضرنا للتهديد، ومن هذا المنطلق نقدم لكم التوصيات التالية: تعزيز وتعميق السياحة الثقافية في العالم الإسلامي، وتحويل المواقع التراثية الإسلامية إلى وجهات سياحية ثقافية مميزة، تعزيز دور المنظمات الدولية في تعريف وتسجيل وصيانة وحفظ المواقع الأثرية في العالم الإسلامي، دمج العنصر الثقافي بشكل فعال في نظام التعليم، وإنشاء برامج منح دراسية وخطط للتبادل الأكاديمي في ميدان الثقافة. كما نقدم أيضا مبادرتين نراهما مهمتين للشباب في العالم الإسلامي، وذلك لرفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وهما إقامة مخيم ثقافي للشباب في العالم الإسلامي بهدف تعزيز التفاعل الثقافي والتواصل بين الشباب، ثم إطلاق مشروع بوابة تفاعلية وإنشاء متاحف افتراضية للحضارة الإسلامية بهدف نشر المعرفة وإدراك تراثنا الثقافي. نقدم هذه الاقتراحات إلى مؤتمركم الموقر للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. شكرا. شكرا للسيد عمر الودغيري المصباحي على هذا العرض، وإذا ليس لديكم أي ملاحظات نعتمد العرض الخاص بقضايا الثقافة. فليتفضل رئيس وفد دولة كيرغستان بعرض ملاحظاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى وكل منظم هذا المؤتمر. أعتقد أن هذا المؤتمر قد وصل إلى هدفه، لأنني وجدت أصدقاء جددا وتبادلنا الآراء والأفكار حول المشاكل التعليمية والتربوية. تقوم بعض الدول بتصدير أسلحتها وسياراتها وطائراتها بدون طيار. ينبغي لنا كأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصدر شبابا ذوي تعليم جيد الذي يعرف 5 لغات على الأقل، متواضع ومثقف وذي أخلاق كريمة، لكي نكون قدوة وأسوة لكل العالم. وشكرا لكم. شكرا رئيس وفد دولة كيرغستان على هذه المداخلة. هل يوجد ملاحظات أخرى من باقي الدول الأعضاء؟ إذن نعتمد العرض الخاص بقضايا الثقافة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس وفد دولة كيرغستان. بالنسبة للعرض الخاص بعمل اللجان في مجال الاتصال فستقدمه السيدة فهميدة فايزة ولها الكلمة فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellencies, dignitaries, معالي الوزراء، الحضور الكرام، إن التواصل الجيد يصدر عنه تواصل مع الدول الأعضاء الكثيرة وكل شيء يتعلق بالاتصال، ولذا لقد ناقشنا بطريقة جمع أجندتين مختلفتين، أولها فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء، وكذلك أيضا من أجل تفعيل الانتقال أو التحول
الرقمي، وهذا من أجل أن يكون هناك زيادة للتحول الرقمي بين الشباب، من أجل أن يكون هناك سهولة في انتقال البيانات. وكمبادرة لقد بدأنا وأطلقنا معسكر لكي يتم دراسة وتعليم الجميع هذه المبادرة، لكي يتم سد هذه الفجوة، ومن أجل أن يكون جميع الشباب على دراية بهذه النقلة. ومن ثم يكون هناك تقارير يتم تسليمها من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات، من أجل تحقيق الأمر الخاص بالتحول الرقمي. وكما ناقشنا سابقا لقد كان هناك توجه متزايد في المهاجرين، وكذلك لكي نؤكد على خلق مجتمع للشباب من أجل ممارسة هذه الأشياء، لابد من دعم هؤلاء الطلاب الذين يعدون مهاجرين لكي يتم شمولهم في المجتمع من أجل الاستثمار في دولهم الأم. وكما قمنا بمبادرات أخرى، لقد قلقنا معارض دولية ومحلية وعالمية، وكذلك أيضا بعض المعسكرات لكي يتم تطبيق هذه الأجندة على أرض الواقع. وكان هناك ملخص من هذه الجماعات، لابد أن يكون هناك تواصل مع الجميع لكي يكون هناك مستقبل زاخر. وإذا ليس لديكم أي ملاحظات، نعتمد العمد الخاص بقضايا الاتصال. تم الاعتماد. والآن ننتقل إلى الجلسة الختامية التي تتضمن اعتماد مشاريع قرارات المؤتمر، والتي تم توزيعها عليكم، والتي سبق أن تم دراستها من قبل اللجان المكلفة بذلك، وأقترح عليكم اعتمادها. تم الاعتماد. نستعرض الآن إعلان القاهرة للشباب الذي يتضمن مجموعة من التوجهات والتوصيات المهمة المنبثقة عن هذا المؤتمر، فاسمحوا لي أن أقرأ عليكم مشروع الإعلان. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة المشاركون في أعمال نموذج محاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، بين أيديكم مشروع إعلان القاهرة والدعوة إلى العمل من أجل إشراك موطن للشباب ومنظماتهم في أنشطة وبرامج الإسيسكو. كما ترون، فإن الوثيقة تتضمن عددا من النقاط المهمة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن المشاركين من الوفود في نموذج المحاكاة شابات وشبانا ينتمون إلى الدول الأعضاء في منظمة الإسيسكو في إطار الإطلاق الرسمي لعام الإسيسكو للشباب، الذي يحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. يوجهون أسمى آيات الشكر والامتنان لفخامة الرئيس السيسي على هذه الرعاية الكريمة، كما يعربون عن عظيم التقدير لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور على ما لقيوه من الترحيب وكرم الضيافة وحسن الوفادة. ويتضمن إعلان القاهرة بمناسبة إطلاق عام الإسيسكو للشباب عددا من التوصيات، منها بالنسبة لمجال العلوم والتكنولوجيا، أولا إطلاق مبادرة استكشاف الفضاء الشبابية من خلال توفير فرص لزيارة محطة الفضاء الدولية ورحلات إلى مراكز الفضاء في العالم الإسلامي. ثانيا إعطاء الأولوية للابتكار البيئي. ثالثا التأكيد على تطوير البنية التحتية المستدامة. رابعا إنشاء مختبرات متنقلة لعلوم الفضاء وبناء نماذج الأقمار الصناعية. بالنسبة لمجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، أولا تنظيم منتدى سنوي شبابي متعدد القطاعات. ثانيا تنظيم تدريب المدربين الشباب لمواجهة التنمر المدرسي والتحرش الافتراضي. ثالثا إطلاق جائزة الإسيسكو للشباب لأفضل مشاركات شبابية في مجالات اختصاصات الإسيسكو الرئيسية. رابعا إنشاء وحدات استماع ودعم للشباب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية. بالنسبة لمجال التربية، أولا تشجيع المبادرات التي يقودها الشباب لتعزيز القيم الإنسانية. ثانيا تعزيز صندوق الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. ثالثا العمل على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في التعليم. رابعا إطلاق جائزة أفضل معلم في العالم الإسلامي. بالنسبة لمجال الثقافة، أولا تشجيع وتعزيز السياحة الثقافية في العالم الإسلامي. ثانيا
دعم دور المنظمات الدولية في تسجيل وصيانة وحفظ المواقع الأثرية الإسلامية. ثالثا، توفير منح دراسية وخطط التبادل الأكاديمي في مجالات الثقافة. رابعا، إنشاء بوابة تفاعلية ومتاحف افتراضية للتعريف بكنوز التراث في العالم الإسلامي. في ختام إعلان القاهرة يدعو المشاركون إلى: أولا، تشكيل لجنة شبابية لمتابعة تنفيذ التوصيات. ثانيا، إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج محاكاة المؤتمر العام للإسيسكو وتكرار عقده كإطار لاستشارة الشباب في العالم الإسلامي ومنظماتهم، ولإشراك الشباب في تطوير وتنفيذ أنشطة المنظمة وبرامجها. نشكر السيدات والسادة من الشباب المشاركين على تقديمهم هذه العروض المتخصصة، والتي سوف يتم تقديم أهم ما ورد بها في الوثائق الختامية للمؤتمر. وإذا ليس لديكم أي ملاحظات، نعتمد هذا الإعلان التاريخي. شكرا لكم على اعتماد هذا الإعلان. وأعطي الكلمة الآن لمعالي المدير العام بالمحاكاة لإلقاء كلمة في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء المؤتمر العام، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في اختتام الدورة الأولى من محاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، التي انعقدت باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، أن أجدد باسم الإيسيسكو وأعضاء المؤتمر العام التعبير الصادق عن عظيم الامتنان والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لما أسبغه فخامته على الإيسيسكو ومؤتمرها العام من تشريف بهي وتكريم سني. بالرعاية الرئاسية السامية لأعمال الدورة الأولى، سائلا الله العلي القدير لفخامته وللشعب المصري تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة والنجاحات الزاهرة والمضي قدما على درب التنمية والرقي والعطاء. والشكر أجزله لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء على ما يلونه من اهتمام ودعم ومساعدة للإيسيسكو للنهوض بأدوارها الحضارية ومسؤولياتها الإنسانية. والشكر لكم أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء المؤتمر العام ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، على إغنائكم أعمال هذه الدورة التي تنعقد في مرحلة مهمة وفي وقت يتعرض خلاله الشباب إلى كل ما يؤثر فيهم في مسارات لا تريدها أوطانهم. لقد كان لمداخلاتكم القيمة ومقترحاتكم ومبادراتكم الأثر الكبير الذي يرسخ اهتمامكم ودعمكم لمنظمتكم منظمة الإيسيسكو. نشكر لكم كل ذلك ونعدكم شبانا وشابات بأن نحقق المأمول منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي المدير العام. أجدد الترحيب والتقدير مرة أخرى لجميع من تحت قبة هذه القاعة. فاطمة العوامي من المملكة العربية السعودية، أنس حاميه من مملكة تايلاند، هما نماذج أخرى لشباب العالم الإسلامي الممتلئ بالطاقة والإبداع والتألق، والذي يؤكد أن شبابكم يتطلع لمزيد من فرص التعاون البناء لتحقيق المزيد من الإنجاز والتميز. سيقدم الزميلان لكم مفاجأة جميلة تليق بكم. أنس وفاطمة، إليكم الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. Actually, behind every inspiring narrative, قبل خطة هذه الجلسة الموقرة وقبل الحصول على هذه المؤتمر الزخم، لقد كان هناك العديد من الجهود المبذولة. هذه الجلسة الموقرة، نود أن نلفت انتباه الحضور الكريم أن خلف ما شاهدتموه اليوم بذلت جهود كبيرة مشتركة من قبل الكثير من الشباب، من شباب منظمة إيسيسكو والشباب المشاركين من دول العالم الإسلامي ومن خارجها أيضا الحاضرين هنا في هذه القاعة العامرة.
نعم بالطبع أنس، لن ننسى هذه الأيام التي قضيناها معا مع شباب الأساسكو في جامعة شمس ورحابها، والتي تستحق خالص الشكر على استضافتنا وكذلك على كرم الضيافة والوفادة. هذه الأيام شهدنا العمل البناء والمناقشات الفعالة وكذلك الحوارات المثمرة وتداول المنظور ووجهات النظر الإيجابية. يدا بيد وفرنا بيئة دينامية ومواتية بين شبابنا بما يمكننا من التعاون كفريق واحد متحد. لذلك نحن نقدر كثيرا روح التعاون والجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا المؤتمر المتفرد في كل شيء، والعمل الجاد الذي أظهره جميع المشاركين في الإعداد والتنسيق والأنشطة التي جرت خلال الأيام الماضية. يس أنس، بالطبع فمعا قمنا بتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الأمم وبين شباب العالم الإسلامي، ونتطلع جميعا إلى البناء على هذا الأساس في المستقبل. أكيد معا قمنا بتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين شباب العالم الإسلامي، ونتطلع إلى البناء على هذا الأساس في المستقبل. أكرر أسماء عبارات الشكر مرة أخرى لجميع المشاركين من العالم العربي جمعاء والعالم الإسلامي برمته على هذه المشاركة الفعالة. العالم الإسلامي والدول الأعضاء والدول المراقبة على مساهمتكم القيمة التي هي لدينا جميعا في محل تقدير واحترام. والآن نترككم مع فيديو مصور، مشاهدة طيبة. أهمية الثقافة ودورها المحوري في التنمية، حاولنا مقاربة هذا المحور مع دمجه بأهمية الحفاظ على البيئة لحماية كوكبنا الذي نعيش فيه من التغيرات الكثيرة. فكانت جلسة عصف ذهن ونقاش مستفيض مع مختلف الشباب المشاركين، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط المهمة: إدراك مقرر المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، وتوفير المواد الأساسية لتسهيل عملية فصل النفايات وإعادة تدويرها، إقامة مبادرات شبابية لرفع مستوى المواطنة البيئية، واستهداف المؤثرين لنشر التوعية البيئية، زيادة دور الخطاب الديني في مجال التوعية بالمواطنة البيئية، وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستثمار التطور التقني والتكنولوجي لتقليل المهددات البيئية. As education is considered the primary foundation for achieving progress and development in any society, we in the Innovation Lab have come to the following conclusions after in-depth discussions regarding the current state of education in the Islamic world and the aspirations of the youth. Providing a collaborative and inclusive environment for teachers. Promoting equitable access to digital technology for lifelong learning. Identifying and implementing policies and interventions to ensure quality jobs and establish good governance for the future generations. All of this is achieved through the development of partnerships and lessons from the best local and international practices. From the communication team's Media Literacy Initiative have been recommended to promote media literacy. This initiative will help young people discern credible source from misinformation and understand credible content through expert knowledge sharing and awareness. Organizing its ISISCO Media Camp to teach the need for digital skills in an effective opportunity to mitigate the gaps and also synthesize the use about knowledgeable and credible information on internet. Additionally, organizing national cultural heritage exhibition, festival, and traditional showcase can strengthen youth connection to their roots, patriotism, and
and the spirit of global citizenship to tackle the challenge relating to youth migration. Establishing the program that facilitates cultural exchange between young people from different regions and backgrounds is also suggested. نحن في مختبر الابتكار حاولنا التفكير بعمق للتوسل إلى آليات تعزز بنية المجتمع وتعلي من القيم الإنسانية في عالمنا الإسلامي، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط ومن أهمها إطلاق عدة برامج في المنهج الأكاديمي لزيادة الوعي بتأثير صناعة الترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إنشاء وحدات استماع ودعم للشباب الذين أصبحوا مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، إنشاء برنامج لزيادة الوعي بين الشباب في العالم الإسلامي حول الصحة العقلية وأهميتها لتحقيق التوازن للأفراد والمجتمعات، نهج متعدد القطاعات تتطلب استجابة شاملة ومنسقة للصحة العقلية شراكة مع العديد من القطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والتوظيف والقضاء والإسكان والاجتماع وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى القطاع الخاص حسب ما يناسب الوضع في البلد. بما أننا نعيش في عالم متغير، اجتهدنا في مختبر الابتكار للتوصل إلى أفكار تسهم تطوير البحث العلمي ومواكبة التطورات الراهنة في العالم الرقمي، واستثمار كل ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة في جعل عالمنا الإسلامي أكثر أمان وازدهار وتنمية. فحاولنا التركيز على أن يكون لدينا مؤتمر شباب الوحدة الإسلامية لمناقشة تغير المناخ من رؤية الشباب، استخدام التطبيقات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمي لاستخدام الأسمدة في الزراعة، توفير منح دراسية للشباب لتطوير الأبحاث العلمية في مجالات المناخ. ما رأيتموه يعبر بصدق عن مدى إيماننا معا جميعا بتجربة العمل الشبابي المشترك لشباب الإيسيسكو. واسمحوا لنا أن يقدم شباب الإيسيسكو سؤيبو الألسون، وبالمناسبة هو أصغر نائب برلمان في قارة أفريقيا من الكاميرون، فاطمة العوامي من المملكة العربية السعودية، أنس هاميي من مملكة تايلاند، تحية شكر وثناء من القاهرة، فليتفضلوا. نحن المشاركون في نموذج محاكاة المؤتمر العام للمنظمة إيسيسكو والتي انطلقت في إطار عام الإيسيسكو للشباب وتحت شعار المستقبل أفضل معا. اجتمعنا اليوم من يوم 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2023 في القاهرة بجمهورية مصر العربية من 32 دولة التالية: جمهورية مصر العربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية أذربيجان، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية بنين، بوركينا فاسو، جمهورية الكاميرون، الجمهورية القمر المتحدة، جمهورية كوت ديفار، جمهورية تشاد، جمهورية غامبيا، جمهورية غينيا، جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، الجمهورية الكيرغيزية، ماليزيا، جمهورية مالي، المملكة المغربية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية سيراليون، جمهورية السنغال، جمهورية السودان، جمهورية العربية السورية، مملكة تايلاند، جمهورية توغو، جمهورية أوغندا، جمهورية أوزبكستان، الجمهورية اليمنية، جمهورية كوريا. نحن الشباب من العالم الإسلامي ومن خارجه نوجه خاص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على رعايته عام الإيسيسكو للشباب وعلى اهتمامه الخاص الذي يوليه لشباب العالم الإسلامي. ونشكر معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء المصري على حضوره وعلى رؤيته استراتيجية لدعم الشباب في صميم سياسات التنمية وتفضله برئاسة حفل افتتاح الرسمي لعام الإيسيسكو للشباب. Yes, Anas. نعم أنس، خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بفضل معالي وزير التعليم العالي
معالي الوزير دكتور محمد أيمن عاشور رئيس فضية السيسكو في مصر، وكذلك أكرر خالص الشكر وعميق التقدير للسادة المشاركين على كل هذه الجهود الدؤوبة المبذولة وكل الدعم، وخالص الشكر والتقدير لكل معالي الوزراء ورؤساء الوفود والسادة أعضاء البعثات والسلك الدبلوماسي للدول الأعضاء لمنظمة السيسكو على خالص دعمهم وحسن التزامهم بعام السيسكو للشباب، وكذلك لأعضاء مختبر الابتكار على الترحيب الحار والكلمات الطيبة، وكذلك على كرم الوفادة وحسن الضيافة، وكذلك للشعب المصري إننا نعرب عن خالص الشكر وأسمى آيات التقدير على أجواء الضيافة التي منحت لنا جميعا في أثناء انعقاد ورش العمل، وكذلك للزيارات الميدانية. وقبل ذلك كله على تعزيز والتعرف على الوجبات التقليدية من المطبخ المصري. l'éducation, la science et les cultures. إننا نتوجه بخالص الشكر لرئيس منظمة العالم الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وعلى الأخص سعادة المدير العام الدكتور سالم المالك لحسن تنظيم هذا المؤتمر الدولي، وكذلك فالشكر موصول لدعم الإسكسكو الدائم للشباب، حيث يمثل الشباب الحاضر والمستقبل للعالم الإسلامي. إننا نثمن الجهود التي تم بذلها، وأيضا خاصة على صعيد الدعم الفني والمادي. إذن نتوجه بخالص الشكر لجميع الوفود نظرا للمساهمات التي تمت خلال هذه الاجتماعات وللمشاركات الفعالة خلال الأيام الماضية. كذلك فإن الشكر موجه لجميع أسرة منظمة السيسكو ولجميع من عمل بدأب من أجل إنجاح هذا المؤتمر الدولي. شكرا لسعادتكم، ونتمنى لكم نتمنى أن يحظى المؤتمر بنتائج إيجابية. القاهرة 7 أكتوبر. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة السيسكو، شكرا لوجودكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمحوا لي طبعا أولا أن أنا أرحب بكم جميعا على في أرض بلدكم الثاني مصر، واسمحوا لي أن أنا أنقل لكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتفوق في هذه الفعالية الهامة جدا. والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة لأن أوجه الشكر للدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على يعني انه يبقى موجود معانا، ويبقى يعني الحقيقة تنظيم هذه الفعالية شديدة التميز للشباب، بطبعا مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في زميلي الدكتور ايمن عاشور. والحقيقة يمكن السيد الرئيس يعني بيولي قضايا الشباب يعني شديد الأولوية وشديد الاهتمام، ودائما بتأتي على قمة أولويات الدولة المصرية، وفي كل المحافل دائما فخامة الرئيس بيحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية اللي بتحصل في مصر النهاردة، وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة ان يعني اطلاق اول نموذج محاكاة لشباب العالم الاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص السيد الرئيس على تهيئة وتأهيل واعداد الشباب ومنحهم حقهم في الاخذ بزمام الامور والتعبير عن طموحاتهم واهدافهم ورؤيتهم في الحياة. والحقيقة كل هذا ما هو الا واجب على كل القيادات السياسية تجاه الشباب لدعمهم ومساندتهم وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل أن نبني شباب واعد
قادر على مواجهة المستقبل ومساهم ومبادر ومشارك فعال في بناء مجتمع الإنسانية والعدل والتضامن والاستدامة. وقد بادر السيد الرئيس في الدورة 14 للمؤتمر العام للإسيسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وعملت اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام بجهد كبير للتنسيق بين الدول الأعضاء 45، ونطلق اليوم نموذج تأهيلي للابتكار يدعم تلك المجالات من خلال ما يلي: أولا الإعلان عن منحة دراسية، عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، وتركز المنحة على مكانة مصر كمركز ذو خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين. تعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على مشروع إرشادي يتم دمج عدد 100 منحة بداخله لكي يتسنى تقييم وقياس مدى فعالية المنحة ونجاح مخرجاتها ورصد تأثيرها وأهميتها كمكون أساسي لقدرة مصر على تطوير برامج متخصصة في الابتكار وإعداد الكوادر النابغة في كل دول العالم الإسلامي. ثانيا إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ودعم قدرات الموهوبين والمبتكرين بمراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وبعد الجامعي والباحثين ورعايتهم، وتمويل مشروعات لتعزيز قدرتهم وتقديم المنح والحوافز والجوائز لهم، وعقد المسابقات في كافة مجالات عمل الإسيسكو، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لتبني أفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، بالإضافة إلى العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الموهوبين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية. ثالثا مجلس شباب دول العالم الإسلامي، ويهدف هذا المجلس إلى دعم مساندة الشباب في مجالات عمل منظمة الإسيسكو، ويقدم التوعية والتطوير للشباب من أجل تحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة في جميع دول العالم الإسلامي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعمل الإسيسكو على تحقيقها. ويعمل المجلس كمنصة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم لإعداد قيادات عربية وإسلامية شابة واعدة، وذلك عبر قطاعات واختصاصات المنظمة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بشباب دول العالم الإسلامي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته. وفي الختام أود أن أؤكد على أهمية التضامن والسلام كثقافة أساسية لازمة لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار، وأن نتعاون جميعا لمنح الشباب كل ما يحتاجونه ليكونوا مؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم، وأن يكونوا صناع في القرار وقادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية، وأن نعزز فيهم الثقة لرسم ملامح المستقبل القريب الذي نرجوه مستقبلا حافلا بالعطاء والنماء والرفاهة يليق بتطلعات مجتمعاتنا ورؤى وطموحات شبابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.